شركان او غوغل حار وا شر مدحيد تا قناع سيغا مالغشيغا اي سومالا يواندا ايا وحا او كدحي عارونتا وزارة دارمها الدبدا يدولد يواندا وعان شركان قبجو كا مدحكا سعوتي وزارة دارمها الدبدا يواندا عوغا جوكتا دا وزارة دارمها الدبدا سوماليا تنجرا سومالي وفلي يواندا اغا سمياشا وزارة دها قرشينتا قناع سيغا مالغشيغا ايو غاشا نيغا عوغا جوكتا دا وزارة دارمها الدبدا يسكاشيغا عالميغا دولد الصومالي يا دنجر محمد علي النور أيه وربعين تقارن جوور بحية وجدد الشركة. الشركة ما تاسوون نمت وحوه ردعوية هاي محوها شركة كسوق قبل دونان أو عم يسوق قبل قبلين دونان ما راح ضل بطل ضل وحون قصاب سنة جونك بمنت ميشن أو آه كوميشن آه لبطل ضل إسكاشيجا حق النقالها حق سوشيالكا السكيورتيجا يو محو هاد يتريد كورن، مركا شركة مانتا أيو نوب بلودي أو تكنيكال كوميتي أو لبادر لنا أيام مانتا وده فردي، جربت مركا سوق بجبيننا، ده مركا كبعدي وحا جوجل حاري دونا، بريتو يوحي كدم بيو إن أي مادان ليفل كي مينستريالكا، ده مركا كبعدنا لبادر هجامي أو سوماليا يوغاندا، برينسيبليسكا إن مركا يسوق بجبيان كوميونيكي oo ku saabsan arrimaha soo dhan in labada dal ay iska kaashadaan Soomaaliya iyo Uganda oo muddo dheerna waxa ahaa xiriirka labada bilateral ka wadankeena oo muddo dheer soo jiray ila xurriyada aan qaadanay haddana ay ka mid yihiin dalka ugu horeeyo oo lead gareeyo AMISOM wixii la dhigi jiray haddana ATMIS oo ah ku tabaray ciidamada dalka Soomaaliya la difaacayo asanada Soomaaliya halkan aan taaganahay waa bartamaha magaalada Kampala ee caasimadda Uganda gaar ahaan wadada loo yaqaan Siyaad Barre Road sida aragtaan wadadan waxaa lagu xardhay calanka buluuga ee Soomaaliyeed iyadoo taasi lagu dalnayahay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha dib loo doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa guud ahaan magaalada Kampala ka socota soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda يوسف محمد معاليز كشمير راضي يعترف بشيء كقرن كسماريد كمبالا